السماء. نجمة السماء النهاردة دينا الشربيني، أهلا بيكي على الأرض. أهلا بيك. شفتي سانت كاترين من فوق؟ تحفة. بص أنا عملت الموضوع ده، أنا نطيت من الطيارة، عملت سكاي دايفنج مرتين، المرتين كانوا في أسبانيا. بجد أنا اتبسطت هنا أكتر بكتير. يعني أنا نفسي أقول للناس لازم، وكمان الحتت اللي أنتوا عاملينها حتت مميزة قوي. يعني أنا بالنسبة لي سانت كاترين دي حتة مقدسة، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى وكلم سيدنا موسى، ده مجمع فريد لكل الأديان، اليهودية، مسيحية، إسلام. عجبتني قوي فكرة البرنامج إن هي معمولة بجد في حتت، في معالم في مصر لازم تتشاف. يعني ما ينفعش الناس تبقى بيقولها من بره، وإحنا اللي دي بلدنا اللي لازم نبقى مقدرينها ما شفناش الحتت دي. فلا كان experience تاني. بعدين من فوق أنت شايف جبل وشايف بحر وشايف تحفة، اكسبيرينس خطيره بجد. طب واضح ان عندك معلومات كتير عن دير سانت كاترين، تعرفي هو اتسمى سانت كاترين ليه؟ على اسم القديسه كاترين. برافو. كانت في اسكندريه وجت، هي كانت اول واحده هنا في الدير. قبل ما نكمل اسئلتنا عايز اسمع الفويس نوت بعتيها لمين وقلت فيها ايه، ممكن نسمعها؟ عشان كده مسكني التليفون. بالظبط كده. انا مش فاكره انا قلت ايه. دلوقتي لبابايا ومامتي. ببعتي لبابايا ومامتي. سكاي دايفنج، بس خفت اقول لكم قبل ما اطلع عشان هتبقوا قلقانين ومتوتروا. ان شاء الله هتبقى حلوه وارجع بالسلامه. متخلفه فكره. خفيهم بقى يذيعوا الحاجات اللي انا صورتها في المسلسل. يا حرام. عشان تعبت قوي والله. ده من كتر ما انا تعبانه في المسلسل بقول لهم بليز خليهم يذيعوا الحاجات لو جرالي حاجه. منطقه سانت كاترين فيها كمان غزلان وارانب بريه وحاجات كده. علاقتك ايه بالحيوانات؟ عندك كلب في البيت؟ جدا. عندي ليتشي. ليتشي ده كلب ولا قطه؟ كلبة بنت، بس أنا أسفة يا ديدي عشان هو بينهار ما بقول عليها كلبة. هو أصلا بيتلخبط ويقول لها دينا كتير جدا يعني، وبيقول لي أنا ليتشي ساعات. فا بحبها بموت فيها يعني. احنا خلصنا اسئلتنا، ناخد سيلفي. انا انبسطت قوي بجد. يلا بينا ناخد سيلفي مع دير سانت كاترين. يا ريت. ونقول للناس كلها تعالوا هنا. بجد لازم تيجي، مش كلام برامج بجد، بس بجد.